على الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بموت أحد القادة العظام أمير الإنسانية الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح. الله يرحمه قائد الإنسانية، لا شك خسارة حق الكويت والعالم كله. عظم الله وجودكم الشعب الكويتي والوطن العربي على وفاة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح فقيد الأمة العربية والإسلامية. واحد كان الأب الرحوم العطوف كل شيء. شيخ صباح إن شاء الله كوركونو ما هو رفيم ليلا نالله يكون الله كا نالا دعاء كيكرا نالا جنة الفردوس أورا كوركونو. أنا أعزي دولة الكويت الشقيقة وأعزي جميع الكويتيين وجميع المقيمين على أرض الكويت في وفاة المغفور له أمير الإنسانية وقائد العمل الإنساني في الوطن العربي وفي العالم أجمع. لا 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 أنسى له موقفين، أيام التفجيرات الغاشمة التي حدثت ووزارة الداخلية ورجال الداخلية يقولون له يا سمو الأمير المكان غير آمن، المكان محاط بالمخاطر، فتدمع عينيه ويقول هذول عيالي. هذا الموقف لا ينسى لأمير الإنسانية، هذول عيالي. الموقف الثاني التي لا أنساه له حينما زاره رئيس مجلس الأمة وهو مريض في مرضه قبل الأخير، وقال له توصيني بشيء أو تطلب شيء يا سمو الأمير، قال له بلغ سلام لكل الكويت.